بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حكم صلاة العيد في البيت بسبب فيروس كورونا. صلاة العيد سنة مؤكدة للرجال والنساء، ويجوز فعلها في جماعة وبغير جماعة. وما عليه الجمهور أن من فاتته صلاة العيد أو تعذر عليه حضورها لمانع جاز أن يصليها في بيته جماعة أو منفردا. وبناء عليه فلك أن تؤدي صلاة العيد في بيتك وحدك أو في جماعة. وأما كيفية صلاة العيد فإنها ركعتان، تفتتح الأولى منهما بسبع تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، والثانية بخمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال. وأول وقت صلاة العيد حين ارتفاع الشمس قيد رمح. وقد أجمع الفقهاء أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، فإذا ارتفعت الشمس وبيضت وجازت صلاة النافلة فهو وقت صلاة العيد. وقيد رمح أي قدر رمح من أرماح العرب،